يستحب في يوم العيد أن يظهر الناس الفرح وأن يوسعوا على أنفسهم وأهليهم وذراريهم بالمطاعم والمشارب والملابس، ولكن من دون إسراف ولا تبذير ولا خيلة. وكذلك هذا اليوم يوم فرح عام، بمعنى أنه لا بأس بممارسة شيء من اللهو البريء. النبي عليه الصلاة والسلام ضرب بالدف في بيته، جاءت جاريتان من الأنصار يغنيان بأيام بعاث أو ينشدان بأيام بعاث، فلما دخل أبو بكر عليه من الله الرضوان أنكر ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وفي لفظ قال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، فلا بأس بممارسة اللهو البريء. لكن في الواقع بعض الناس وللأسف يتهتك في يوم العيد، بحيث أنه يمارس بعض الأشياء المحرمة، وهذا يتنافى مع ختام شهر رمضان المبارك ومع هذه العبادة الجليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.